عملت ايه بعد استغناء النادي الاهلي عنك؟ الواحد يعني زعل وقتها زعل يعني كبير جدا، لان انا بقول لك عارف انا لو رحت النادي وما عملتش حاجه ما كنتش هزعل. ان الاهلي كان بالنسبه لي مش مجرد نادي، يعني بالنسبه لي ما كانش مجرد نادي ان انا بلعب فيه وباخد فلوس او الناس شايفاني والكلام ده، لا لا، هي الفكره عندي ان انا اصلا بحب النادي كنادي بحبه. فانك تخرج بره حاجه انت بتحبها دي كانت بالنسبه لي هي اللي صعبه يعني. خروجي من النادي ما كانش فيه بشكل يليق بيا، لانهم بلغوني في التليفون. مين بلغك في التليفون؟ كان وقتها كابتن وائل جمعه ماسك، كابتن علاء عبد الصادق ماسك، والمواقع قريت في المواقع برضه. فكان خروجي من النادي ما كانش حلو، مصدوم وصدمه ما رضيتهاش للنادي، يعني صدمه ما رضاش للنادي، لان انا تعرض عليا في بعض القنوات ان انا يعني اشتم النادي الاهلي. طب انا هشتم النادي الاهلي ليه؟ طب والنادي الاهلي ما مشاك؟ قلت له الاشخاص في النادي مشاني. كلمنا عن هدفك الرائع في مرمى الترجي التونسي واللي انقذت بيه الاهلي في بطوله افريقيا للتتويج بالنجمه السابعه. كنت بلعب وفي في فتره يعني مركز فيها قوي، ولعبت اول ماتش في افريقيا، العوده هنا لعبت اساسي. ثالث ماتش كان الترجي، وللاسف انا اتفاجئت ان انا احتياطي، يعني انا يعني كنت ماشي اساسي خلاص، انا المهاجم الاساسي وفجاه احتياطي. المهم ما تفترقش معايا مهاجم كمهاجم، يعني نلعب اساسي او احتياطي، اللي كان فارق معايا ان انا اركز هعمل ايه برضه اكمل وانا داخل في ماتش جامد زي الترجي وكده. قعدت احتياطي، وبعدين كابتن قال لي سخن، كابتن حسام قال لي انزل عشانك ما تتحركش من 18، حاول بقدر الامكان اي حاجه تستغلها. فكنت مركز فعلا ان احنا حاسس ان احنا هنجيب جون، يعني مش متوقع ان انا هجيب جون بصراحه، لكن كنت حاسس ان في حد من اللعيبه هيجيب جون. فكنت قاري الموقف بتاع احمد فتحي في ان هو يشوط او يرقص، لا مركز قوي في لحد ما كنت في مكان الصح في ان الكوره جات لي، وكان جبت الجون. بعد الجون بالنسبه لي كان فرحه كبيره جدا، لانه في الترجي وفي النهائي، وبالنسبه لي واحد ما بيلعبش بعيد خالص وفجاه في الـ يجيب جون قصاد الترجي، فكانت حاجه كويسه. فكان يوم بالنسبه لي كان يوم حلو. كملت بقى لما خدنا النهائي في الترجي، والناس هنا جيت في المطار استقبلوني، قالوا لي انت سبب ان انت تجيب البطوله. برضه اسست الجون الاول لجد، وعملنا احلى ماتش في تاريخ النادي الاهلي انا من رايي انا. واستقبال الجمهور في المطار كان حلو. قالوا لي انت اللي جبت لنا البطوله، فكان بالنسبه لي كانت ايام حلوه في الفتره دي.